قفلت تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد إلى القيادة العراقية، وتطلع المملكة العربية السعودية لبناء علاقات مميزة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والعراق، يعتبر جزء واحد. هناك روابط أسرية، هناك روابط قبلية، هناك روابط جغرافية، هناك روابط تاريخية، هناك أيضا مصالح مشتركة عديدة، سواء في مواجهة التطرف أو والإرهاب أو في فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. تاريخ المملكة العربية السعودية والعراق كان تاريخ مشرف. نحن نقف على نفس المسافة بين العراقيين من ناحية العرق أو المذهب أو الطائفية أو الدين.